هل الأمة أجمعت على أن الصحابة رضي الله عنهم جميعهم في الجنة أم لا؟ بلا شك، بلا شك أن الصحابة كلهم في الجنة، لأن الله جل وعلا أثنى عليهم ومدحهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. إلا من ارتد ولم يتب، الذين ارتدوا هؤلاء خرجوا من الإسلام، لكن من ثبت على دينه فإنه من أهل الجنة. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. لا شك في هذا أنهم من أهل الجنة. نعم.